السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله ديما يلقاكم على خير وبخير. هذا الفيديو ان شاء الله اللي غادي نصوم معكم، غندير معكم فقاس بالتمر، كيجي رائع، كيجي سهل ودغيا كيوجد بسرعه. نتمنى من الله يعجبكم. غنبداو على بركه الله. نقولوا المقادير: عندنا كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، ثلاثه ديال البيضات، جوج خمارات، خماره ديال غنديروا غير خماره واحده باش ما يتحلناش الفقاس ديالنا، وغادي ندير خماره ديال الفاني، الطحين على حسب الخليط، على حسب البيض والزيت شحال غادي يهزنا ديال الطحين. هاد الجنجلان غادي نخلطو مع التسمر، غادي نعلكو مع التسمر، غادي نزيدو، غادي نخليوه هو التالي، جنجلان والتسمر. ما نطولش عليكم الفيديو، نبداو على بركة الله. ندير واحد ريسة ديال الملحة كالعادة، نديرو السكر، نديرو البيض ديالنا، ندير ثلاثة ديال البيضات، نديرو الزيت، غادي نخلط هاد البيض والسكر والزيت،
العجينه ديالنا هي هذه طلقناها، غادي نحاول نقادها مزيان. غادي نخليها على جنب، نغسلها بهذا السلام هذا العرض هذا العوجيه. نطلقوا دابا التسمر، حنا طلقنا التسمر، التسمر شويه صعيب الطليق ماشي بحال العجينه، العجينه بغيت تتقاد، التسمر شويه صعيب. نجيبو العجينه ديالنا، نحاول نديرو عليها هذا التسمر. خدوها قد هاد البليصات لي تقطعنا، نخليو واحد شويه من هنايا عريان باش الجهه هذه غتجي هي التساليه. نحاولوا نخرجوا هكا، نزيدو هاد الزيت ديال التسمر من هنا،
القص ديالنا هو هذا. غادي ندخلوه دابا للفران، خرجوه من الفران وشوفوه كي جاي، تابعوا الفيديو للنهايه. القص ديالنا هو هذا طايب، طيبنا الطيبه الاولى، نقطعوا معكم شوفوه كي جا. مازال نزيدوه واحد طيبة خفيفة، نفضل نقطعو هكا مدور خير. الطريقة ديالو هي هادي، كزر سخيخان شوية خصو تيزيد يبرد. هادي هي عاوتاني التمر كيجي داير فيه في الوسط. اصلا تقطيع مجنبه ما بقاتش في لامو حتى هي، كثر الناس كتقطعها دابا فقاس كيفما اي فقاس كيتقطع هكا مدور. نزر سخون كيتفتت، المهم الطريقة ديالو هي هادي. جاي رائع، جاي مزيون. القص ديالنا هو هذا، وجدناه جاي رائع البنات، جربوه والله ما تندموا عليه. الشكل ديالو والتسمر جاي معلق فيه، جاي غزال. المذاق ما منعاودكمش البنات، مذاق غزال. الكميه ديال لي صوبتي هذه اللي حطت لي، حطت كميه زوينه بصراحه، عجبني هذا الفقاس. هذا ملي كيكون عندي التمر واجد كنصوبو، كيعجب حتى الوليدات بالمذاق ديال التمر، جاي زوين. نتمنى من الله تجربوه ويعجبكم، الا عجبكم ما تنساوناش في اللايكات وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا بزاف بزاف، لايكات لايكات البنات لايكات.